أحباء الصغار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا ومرحبا بكم مع فوازير رمضان للصغار، ونود أن نذكركم بشروط المسابقة وهي كالتالي: تكتب الإجابة على النماذج المعدة لذلك والمتوفرة في المكتبات والأسواق التجارية. أن لا يقل عمر المتسابق عن 6 سنوات ولا يزيد عن 14 عاما. يرفق مع الإجابة صورة من حفيظة النفوس أو صورة من الإقامة سارية المفعول. ترسل الإجابات دفعة واحدة حسب عرضها على العنوان التالي: تلفزيون المملكة العربية السعودية، القناة الأولى، مسابقة رمضان للصغار، صندوق بريد 7971، الرياض، الرمز البريدي 11472. علما بأن آخر موعد لقبول الإجابات هو نهاية شهر شوال القادم. أحبائي الأطفال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. ما سؤال اليوم؟ جرم كبير وجسم هائل يسبح في الفضاء بين السماء والأرض، يقوم بحمل الناس وأثقالهم من مكان إلى مكان لم يعرفها الأجداد، هي من نتاج العصر الحديث ومن اختراع العقل البشري، سخره الله لخدمة الإنسان، فما هي يا ترى؟